تمام. احنا دلوقتي بمناسبه الاهداف القديمه خلينا نتكلم شويه عن الذكريات ومحمد عبد العظيم وذكرياته وبدايه احترافه في المانيا. في جون برضو احنا جايبينه لك يعني مفاجاه كده، خلينا نشوف الهدف ده شباب ونرجع نكمل. النهارده كلها مفاجآت ما شاء الله يعني. طيب لغايه لما تجيبوا لنا الهدف، لانه الحقيقه يا كابتن رحله كفاح ورحله كبيره جدا في اوروبا، وعصرت اعتقد لاعبين كبار في الوقت ده. في النسبه للنادي الاهلي طبعا، بالنسبه لاوروبا بدايتك في اوروبا. طبعا رحت المانيا طبعا، لعبت مباريات كويسه جدا طبعا مع النادي الاهلي في الاول، وبعد كده لما رحت اوروبا رحت المانيا كان في البوندس ليجا طبعا الحمد لله، اتعاملت طبعا مع مدرسه قويه واخدين كاس عالم، يعني كانت في برضو في 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 نقله. ده الهدف اللي احنا يا كابتن بص ده يانس ليمن طبعا الحارس الاشهر للارسنال، ده مش لا مش ليمن اللي جايه اللي جايه صح اللي جايه دي هنا كنت في هومبورغ كنت مايو، وكان الدوري الالماني في بس انتوا ما شاء الله جايبين الجوان دي منين يعني؟ امال ايه يا كابتن احنا برضه شغل عالي برضه ما شاء الله عليك. طبعا الكواليتي طبعا تبقى محتاجه. لا بالعكس ده حاجه جميله جدا، انا سعيد جدا. سنه كام دي يا كابتن؟ دي هقول لك، دي لما رجعت من كوريا سنه 97. ياه. يعني سنه 97 ما شاء الله عليكم يعني. حاجه كويسه جدا، بشكر بجد يعني. الفتره دي يا كابتن كنت يعني بتشوف نفسك في الدوري الالماني ازاي والامور كانت ماشيه ازاي؟ دي بتاعت ليمن في الشركه. دي بتاعت ليمن بقى. دي بتاعت الشركه. دي في ليمن. دي طبعا كان حوالي 70,000 متفرج. في شالكه. كان ماتش شالكه فريق كبير طبعا في المانيا. يمكن انا الوحيد اللي كنا بنلعب في شالكه، يمكن انا الوحيد اللي كنت يعني فرحان بالهدف، اللي كنت بحتفل بالهدف. انا وفرقتي بس. انما كده كان جات لهم زي صدمه كده. فيعني الحمد لله رب العالمين قدرنا برضه ان احنا يعني نكافح ون 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 يعني ونرفع اسم مصر عالي الحمد لله. طيب